طقس حار في معظم المناطق وطقس شديد الحرارة في العقبة وطقس دافئ ليلا، والتفاصيل بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية. مساء الخير. إذا تستمر الارتفاعات التدريجية على درجات الحرارة لتصبح الأجواء حارة في معظم المناطق وتصبح شديدة الحرارة في العقبة والبحر الميت، وكما نشاهد هنا في خرائط درجات الحرارة الواردة لدينا في مركز طقس العرب، نجد أن درجات الحرارة تبدأ بالارتفاع تدريجيا مع ساعات ظهر هذا اليوم وساعات العصر لتصبح شديدة الحرارة في يوم الغد. لذلك نود التنبيه من عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس في خلال ساعات النهار. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة في العاصمة عمان. الأجواء صافية، درجة الحرارة 21 درجة مئوية وسرعة الرياح تصل إلى 13 كيلومتر في الساعة. أما في ثلاثة أيام القادمة في العاصمة عمان، يوم الجمعة والسبت هنالك غيوم متفرقة، درجة الحرارة ما بين 32 إلى 33 درجة مئوية نهارا وما بين 23 إلى 21 درجة ليلا. أما يوم الأحد تصبح الأجواء صافية أكثر لتصبح درجة الحرارة 31 وليلا تصبح درجة الحرارة 20 درجة مئوية. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة في مناطق المملكة ونبدأها شمالا. إربد من 36 إلى 23 أجواء حارة في المفرق، كذلك الأمر من 35 إلى 23 في جرش، من 36 إلى 24 درجة مئوية في عجلون، من 33 إلى 21 درجة مئوية في ساعات الليل. في عمان من 33 إلى 23 في الزرقاء أجواء حارة، من 35 إلى 26 في البلقاء، من 33 إلى 22 في مادبة، من 34 إلى 22 درجة مئوية أجواء حارة وشديدة الحرارة في البحر الميت، من 42 إلى 29 درجة مئوية في ساعات المساء. أما جنوبا في الكرك غيوم متفرقة من 33 إلى 22 في الطفيلة، أجواء قد تكون مغبرة، من 31 إلى 20 درجة مئوية في معان، أجواء مغبرة أيضا من 32 إلى 21 في جبال الشرا، من 29 إلى 19 درجة مئوية. وأيضا كما ذكرنا سابقا الأجواء شديدة الحرارة في العقبة، من 41 إلى 26 درجة مئوية في ساعات الليل. في رويشد أجواء صافية، من 35 إلى 23 في الصفاوي والأزرق، الأجواء مغبرة، من 36 إلى 23 في الصفاوي والأزرق، من 37 إلى 24 درجة مئوية. إذا كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب. إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.